لم تستطع الممرضة اللبنانية باميلا زينون ترك ثلاثة أطفال مواليد جدد بعد أن دمر الانفجار الضخم أجزاء واسعة من مستشفى الروم في منطقة الأشرفية. طبعا من بين أنقاض الانفجار وقفت باميلا مع نواة وعلي وسيدرا الرضع الذين سيكبرون ويرون يروون قصتهم مع الممرضة الشجاعة التي أنقذتهم وأنقذت حياتهم بعد أن مشت 5 كيلومترات لتجد مستشفى آمنا للأطفال الخدج. في حزن وسع المدى، في وجع شوى عميق، لا صوت باقي ولا صدى ولا مين يكفي الطريق. المزيد تنضم إلينا من مستشفى الروم الممرضة الشجاعة باميلا زينون. صباح الخير يا باميلا. صباح النور. يعطيك ألف عافية. باميلا أنت الآن بالمستشفى، هذا المستشفى اللي كان شاهد على إنقاذك للتوائم زهراء سيدرا وأيضا علي. بدي انطلق من آخر صورة انتشرت واكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي، حنشوفها مع الزملاء الآن، حملك للأطفال الثلاثة اللي زرتيهم بعد عام، شو حسيتي؟ شو قعدت لك هالذكرى؟ لصراحة كتير انبسطت فيهم للأولاد، وشفتهم كبروا هيك قدام عيوني، وشفت الفرق بحملتهم. كنت عم بقدر أحملهم هن وصغار، هلأ صاروا اسمان كبار مش عم بقدر بقى أحملهم، وبجنن اسمان عم بيكبروا وبصحة جيدة. الله يعطيك العافية يا باميلا. خليني باميلا أنا أشكرك، وكانت أكيد بالتأكيد صورة كانت مؤثرة لما بوقت الانفجار، وحتى مؤثرة لما حملتي هالولاد الصغار اللي ما قدرت تحمليهم اليوم وهم بعد ما كبروا. اليوم خليني أسأل، بأنه بعض الناس بلحظة الفوضى والانفجار ما بيعرفوا شو بيعملوا أو ماذا يفعلون، أنت كيف خطر ببالك أنه تمشي هذه المسافة حتى توصلي إلى مستشفى آخر؟ لحظة الانفجار نحن كنا نهارنا نهار طبيعي، نهار عم نشتغل مع الأولاد، وعلى 6:10 تقريبا صار الانفجار. بتذكر حالي أنا تغطيت بكل شيء بالطابق، يعني كل شيء تكسر على راسنا، وقع كل شيء، زيز وين ما كان، دم وين ما كان. بتذكر حالي أنا أول شيء جربت أقوم أدفش حالي، لقيت حالي قادرة أحرك إيدي وإجريي، وأول شيء فكرت فيه هن الأطفال لأنه هن برعايتي هيدا النهار، ونحن بنشتغل معهم وبنحبهم كثير. فقلت إنه بيني وبين حالي أنا ما رح أظهر من الطابق إلا ما يكونوا كل الأطفال معي. اي بس الواحد يقول يعني احيانا في هذه اللحظات الواحد يفكر بنفسه ما يفكر بالاخرين، انت كيف فكرتي فيهم؟ واليوم يعني انت اعطيتينا امل انه الدنيا ما زال فيها خير. اذا رب العالمين عطاني قوه انا وعطاني القدره اني اقوم وما يكون بيني شيء بهذا الانفجار، انا صراحه استعملتها هيدي كرمال تقدر اخلص غيري وساعد هالاطفال. اصلا باميلا والده التوائم بتقول انه انت امهم مثل ما هي امهم، لانه انت اعطيتيهم الامل الاخر بانه يعيشوا وانقذتيهم. طيب باميلا، يعني باللحظات الاولى مثل ما قال عادل ما بنستوعب شو صار، شو خطر لك؟ يعني شو فكرتي؟ أنا أول فكرة ضربت براسي يكون عمل إرهابي للصراحة، ولا مرة فكرت إنه معقول يكون شيء على البور، لأنه نحن ما كان معنا خبر أبداً إنه في حتى حريقة على البور، كنا بالشغل ومعجوقين بالشغل وما معنا خبر أبداً شو صاير. نعم، طيب باميلا هيدي التجربة الحزينة شو أضافت لك لباميلا الإنسانة ولباميلا الممرضة؟
هيدا كل الاكسبيرينس اللي صارت معي خلتني نصير انساني قويه اكثر، ما خاف من شيء، اتعلق بالحياه اكثر، وبذات الوقت خلتني صير حنونه اكثر خصوصا على الاولاد وحب الاولاد اكثر بكثير. يا بالتأكيد باميلا زينون الممرضة الشجاعة أثبتت لنا بأنه رسالة الطب وأيضا هن ملائكة الرحمة، وشكرا جزيلا لباميلا. بس بدي نوه إلى شغلة باميلا، كثير من الممرضين وأيضا الأطباء بعد انفجار بيروت عم بيتركوا لبنان، أنت ما زلت موجودة وهذا أكبر مثال ورسالة بأنه أنت باقي ومتمسكة بالأمل اللي اعطيتيه أصلاً لهول الأطفال وبعدك عم تعطيه للناس. شكراً جزيلاً لكِ.